شاشة ال تي في، واهلا وسهلا فيك بالشام. ربنا يخليك ليا، انتوا اللي نورتوني واسعدتوني والله. بعد غياب 14 سنة 15-16 سنة تقريبا عن الجمهور السوري وعن سوريا، خبرنا هي الرجعة هيك كيف هيك متأملة تكون؟ والله ما فيش أحلى من كده رجعة، يعني جمهور جميل ومشتاق لحفلاتي في سوريا، وكله إصرار وحب إنه يحضر الحفلات، وفي يعني على قد ما أنا سعدت بالكم الهائل من الناس اللي حاولت تشتري تذاكر، لكن أنا طبعا يعني خفت عليهم من التدافع والتزاحم وحالات الإغماءات اللي حصلت دي، ده بجد خوفني عليهم جدا جدا، لكن في النهاية عايز أقول يعني كل الشكر من قلبي لهم على هذا الحب الكبير، وأنا ببدلهم نفس الحب بحب والله، وجاي برسالة حب كمان من الشعب المصري للشعب السوري الحبيب، بنقول لهم إحنا معاكم وبنحبكم، وإن شاء الله الفن المصري والسوري يفضل على تواصل إن شاء الله الفترات اللي جاية بإذن الله. بشكل عام خصوصية الجمهور السوري، خاصة شفنا كل الأعمار ناطرتك. والله ده شيء جميل بيسعدني بجد، انه الحمد لله بالرغم من فترة البعد الطويلة اللي فاتت دي، لكن احنا بنقول يعني في اجيال وشباب كتير عايز يحضر الحفلات وسامع اكيد الاغاني ومتابع وكله، فده شيء بيسعدني والله، انه يعني الفن اللي بقدمه فن بتتوارثه الاجيال زي ما بيقولوا الحمد لله. خبرنا عن ريبرتوار الحفلة، شو رح تقدم فيه، وخاصة الاغنية السورية المصرية مكسرة الدنيا مكسرة الدنيا، غنوة مصر وسوريا إن شاء الله بنقولها بالليل في الحفلة أكيد، مع مجموعة من الأغاني القديمة والجديدة والدراما والريتميك والحاجات الجميلة اللي الجمهور بيحب يسمعها إن شاء الله. في لقاء أسمعنا بينك وبين الكبيرة ميادة الحناوي، فخبرنا هيك شوي. والله أتمنى إن شاء الله، يعني أنا عارف إن هي دلوقتي بتمر يمكن بأزمة صحية صغيرة كده، فإن شاء الله يمكن على يوم السبت أروح أزورها وأطمن عليها وأشوفها بإذن الله قبل ما أسافر إن شاء الله. لازم نحكي شوي عن أعمالك الجديدة، شو محضرنا هيك أشياء، وهل في يعني رح يكون لك حصة هالسنة من شارات المسلسلات؟ محضر حاجات جميلة الفترة اللي جاية، بوعدك بوعد الجمهور، في غنوة جميلة لوليد سعد، في غنوة جميلة لعزيز الشافعي، في غنوة جميلة لمحمود الخيامي، إن شاء الله بنرتب الحاجات دي كلها ونشوف إيه اللي هينزل قبل إيه، وأوعدكم إنه يعني إن شاء الله مش هيمر أكتر من شهرين وهتلاقوا لي غنوة جديدة معاكم بإذن الله إن شاء الله. ما رح أطول أكيد عن جمهورك السوري بعد ما شفت كل هالمحبة. طبعاً ما أقدرش، بجد ما أقدرش والله، فعلاً يعني ده أقل شيء نقدر نعمله للشعب السوري إن أنا أكون متواجد معاهم ونعمل حفلات في جميع ربوع سوريا إن شاء الله. أنا سعيد بلقائكم جدا جدا وبجمهور ال تي في، ونورتوني وأسعدتوني، وإن شاء الله مع بعض دايما في كل زياراتي لسوريا الحبيبة بإذن الله. ثانك يو، شكرا، ميرسي أوي.